السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين العد التنازلي للسيسي وظهور وجهه الحقيقي أنه عدو لله وللشعب المصري. أحباب بالله، جتني رؤية على الفيسبوك من أحد الأحبة، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي في الله الشيخ عماد أحمد السعودي، رأيت بالأمس أنني أحضر اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءني أن هذا الاجتماع به شخصيات بارزة وسياسية، وجاءني في رؤية أنني كنت من أبرز الشخصيات الاجتماع، وكان الرئيس السيسي يتحدث معي بهدوء شديد، وكنا نناقش في أمر العامة من الناس، ثم انتهى الاجتماع وتصافحت أنا وهو في نهاية الاجتماع، ثم تغير المشهد. هسه خليش على القسم الأول من الرؤية. قال: رأيت بالأمس أن أحضر اجتماع مع رئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءني هذا الاجتماع به شخصيات بارزة سياسية، وجاءني في رؤية أنني كنت من أبرز شخصيات الاجتماع، وكان الرئيس السيسي يتحدث معي بهدوء شديد، وكنا نناقش في أمر العامة من الناس، ثم انتهى الاجتماع وتصفحت أنا وهو في نهاية الاجتماع. هاي بتدل على لما إجا السيسي وانقلب على مرسي، وافقوا الشعب وإيش وصافحوا معاه واتفقوا معاه على إيش إزالة مرسي. قلت عليه أحباب الله. ثم تغير المشهد في الرؤية، ورأيت نفسي أنا وأمي مع السيسي داخل عقار عمارة، وننزل على السلالم أنا وأمي والسيسي. هسه حول رأى الرأي نفسه مع أمه، أمه بتدل على الشعب المصري، الأم دائما الأم بتدل على الشعب في الرؤية هاي، لأنها رؤية عامة. فشاف الرأي هو وأمه يعني الشعب المصري والسيسي داخل عقار عمارة يعني، وبينزلوا السلالم وأنا وأمي والسيسي بننزل، يعني شو معناتها؟ بلش الشعب المصري يتآذى وينزل حاله، نزول السلالم بيختلف على الطلوع، الطلوع عزي وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، رفع في المقام، النزول ذل وهوان وفقر وجوع. عشان هيك أحباب الله، نكمل الرؤية. ثم دخلنا إلى مكان داخل هذا العقار ووقفنا نتحدث، وأثناء الحديث الذي لا أذكره سمعنا دربكة، يعني بلش الشعب يشتكي. هاي معنى إيش؟ سمعنا دربكة، هاي الشعب بلش يشتكي من حكم السيسي. بقول لك ثم لا أذكر سمعنا دربكة في مكان غرفة مجاورة لنا داخل العقار، فاحمرت عين السيسي وتحولت إلى اللون الأحمر الدموي الشديد، وكأنه أحس بشيء في الغرفة المجاورة لنا، ثم نظر إلى الغرفة بغضب شديد. هسا العقار قلت لك هاي بتدل على الاقتصاد المصري، وفي دربكة فيه، يعني صار كمان الشعب ينزل اقتصاديا، كل إشي الأسعار تزيد، الجنيه نقص، احمرت عين السيسي. شو معناته؟ يعني صار واحد ما بيستحمل الشعب ويسوي اللي بده اياه، والغضب غضب على الشعب، لانه اعماله كلها هاي ابتعادهم عن الدين. حتى اخر الخبر سمعته انه بوافق على الشواذ في مصر، رجل ما بخاف رب العالمين، رجل ظالم خائن. عشان هيك الغلاء، ارتفاع الاسعار، قله الوظائف، قلة الزواج، قلة المساكن، حياة صارت صعبة، كلها من وراء السيسي، ما يحمر عينه. بقول لك ثم نظر إلى الغرفة بغضب شديد، فذهبت أنا إلى الغرفة المجاورة لأرى ماذا هناك. ثم دخلت الغرفة وجدت كائن غريب، كأنه كائن فضائي شرير، وكان لونه أحمر أيضا مثل الدم، فخفت بشدة. الخوف هنا إنه شاف هذا الكائن وخاف، بإذن الله رايح الشعب يقوم على السيسي، والخوف أمان، رايح الواحد خلاص يرجعوا لله سبحانه وتعالى. وقلها وفجأة وجدت في يدي بندقية مدفع من أحدث طراز لم أرى مثله في العالم، فقمت بضرب هذا الكائن الفضائي بالبندقية، فخرجت منه قنبلة فوقعت الكائن الأحمر على الأرض. يعني هذا الرجل غضب وأخذ لقى في إيده بندقية مدفع من أحدث طراز اللي هو السلاح من رب العالمين، هذا سلاح الإيمان والتقوى، رجوع الشعب المصري إلى الدين. فضربوا
هذا كان فضاء بالبندقية فخرجت منه قنبلة فوقعت الكائن الأحمر على الأرض. الكائن الأحمر هذا اللي هو إيش مساعدين السيسي من الوزراء والإعلان وغيره وغيراته، عشان يقول لك وبدأ العد التنازلي للانفجار. يعني هنا بدأ العد التنازلي لنهاية حكم السيسي، لأن الانفجار يدل لك على إيش الثورة راح تصير والغضب على السيسي. بقول لك فقمت من الغرفة بسرعة من الغرفة، ثم انفجر هذا الكائن إلى أشلاء وطائرت أشلاءه إلى خارج الغرفة، فخرج من الأشلاء فتاة شابة ورمال كثيرة وثعابين جبلية. هاي كلها اللي خرجت الثعابين بدلك على إيش أصحاب النفاق ومن اللي بيحبوا السيسي وبيساعدوا السيسي من الإعلان من الاقتصاد، فهمت علي؟ اللي لهم مصالح. والفتاة بدل على الدنيا اللي بيحبوا الدنيا، والرمال أصحاب المال والرزق. بقول لك فنظرت لأرى السيسي وقد اختفى، هو بنتهي حكم السيسي بإذن الله، لأنه إيش صارت الثورة وبلش العدد التنازل إله، وبإذن الله راح ينقلع وتحاسب حساب عسير. بقول لك ولم يبقى إلا أمي، يعني أمه الأم المصرية بظلها بإذن الله ثابتي. ولكن هذه المرة كان معها بنت الصغيرة داليا، بنته البنت بتدل على الفرج، يعني الله فرجها على الشعب المصري. فأخذنا نقتل في التعابين التي خرجت من الكائن الفضائي بعد انفجاره. هذه التعابين قلت لكم رايحين يتحاسبوا حساب عسير من الشعب المصري بإذن الله بعد سقوط السيسي. والفتاة التي خرجت من الكائن الفضائي ترقد تحت التراب الكثيف في الدنيا، راح تكون ايش ما لا قدر ولا قيمة، لأنه الناس راح ترجع لله سبحانه وتعالى. ولا يزال يخرج من التراب التعابين والفتاة تحت التراب. فقمت أنا بإحضار جاروف رمال حديدي له سنحات وأخذت أقطع في رؤوس الثعابين. يعني راح ينهوا كل الخائنين والمنافقين والمزورين وأشباه اللي بكرهوا الدين وأعداء الله ورسوله راح يدمروا. وكنت أفصل رأس الثعبان عن جسده، يعني إيش خلاص كل المنافقين هذول بإذن الله راح يتحاسبوا حساب عسير. انتهت الرؤية والله شهيد على ما رأيت. والله رؤية جميلة جدا، وبإذن الله تكون رؤية حق. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.